الدكارة. موسم فلاحي استثنائي تأخر فيه توزيع البذور الممتازة ونزول الغيث وعدم توفر الأسمدة من مادة الدي بي مع انطلاق موسم بذر الحبوب نظرا لتعطل الإنتاج بالمجمع الكيميائي. معاناة جم واجهت الفلاح في مفتتح موسم الزراعات الكبرى حيث انطلق الموسم متعثرا، والتخوف يتزايد لدى الفلاح من عدم توفر الكميات اللازمة من سماد الأمونيتر فضلا عن ظاهرة الاحتكار التي قد تطال عملية التوزيع. الجمع في حاجه ماسه لامونيتر، لامونيتر اليوم ما فماش المارشي، معناها كارثه بالنسبه للفلاح، اليوم معناها الروندمون تاعه في توه، الروندمون تاعه قاعد يطيح مش قاعد يزيد. معظم الفلاحه زرعت من غير دي بي، وقع احتكار كبير في ماده الدي بي، توه جا وقت لامونيتر. لامونيتر نتمنى ما يقعش ما وقع في الدي بي، يلزمها الدوله تتحمل مسؤولياتها وخاصه بالنسبه لولايه جندوب وولايه الشمال الغربي اللي ينتجوا الحبوب. صعوبه كبيره في بدايه الموسم وهي غياب او نقص أسمدة خاصة مادتي دي بي ولامونيتر. تم تزويد الجهة بتقريبا 3000 قنتار من مادة دي بي، وانطلقنا أخيرا في تزويد الجهة في بكميات إضافية إن شاء الله توصل إلى 4500 قنتار. احنا ثبت عندنا والحمد لله برحة دور برشا مطر، اليوم الفلاح باش يعمل لامونيتر ما فماش لامونيتر. وتعرف لامونيتر بعد المطر معناها يعطي الفين تاعو 100%. وفي الوقت الذي ابتهج فيه الفلاح بنزول الغيث وارتواء زرعه نغص عليها عدم توفر لامونيتر هذا الارتياح، منتظرا الحلول التي جاءت من خارج البلاد، حيث وصلت الاكياس المستورده من هذه الماده مؤخرا الى ميناء بنزرت لانقاذ الموسم الفلاحي الحالي، حيث سيتم توريد 60,000 طن من ماده لامونيتر على دفعات، فيما تتعطل رحى انتاج هذا السماد في الحقول الانتاج الوطنية. بالنسبة لللامونيتر كنا احنا حاجياتنا 200,000، وكي يرجع المعمل يخدم معناها ما نجم يحصلنا كان 140,000، دونك عملنا التوريد مع وزارة المالية والصناعة باش نوردوا 60,000 طن، معناها باش تغطينا الزراعات الكبرى في الموسم هذا. وصلنا 19,000 طن، 19,000، ومن ألطف الله زاد المعمل حل نتاع الجابس ولا يخدم، خاطر فيه عندنا ستوك ب 25، هذاك الكل مش يعاضد المجهودات وان شاء الله يخدم ويوفر لنا الكميه الكامله. وتوجسا من ظاهره الاحتكار وتجنبا للمضاربه في الاسواق، تم تحديد اسعار بيع هذه الماده التي تخضع اسعارها عاده الى قاعده العرض والطلب وتجديد المراقبه على مسالك التوزيع. حددنا الاسعار في مستوى البيع من المجمع الكيميائي التونسي ب 430 دينار للطرناطة. شكون يشريو؟ يشريو الهيكل المهنية الفلاحية اللي هي التعاطجيات والتعاونيات، وكذلك تجار الجملة تجار التفصيل. تجار الجملة تجار التفصيل والهيكل المهنية حددنا لهم هامش توزيع، هامش ربح عند التوزيع، فما هامش ربح على مستوى الجملة اللي هو 25 دينار للطرناطة، وهامش ربح على مستوى التفصيل اللي هو 45 دينار، معناها الهامش الجملي للتوزيع هامش الربح 70 دينار، ولذلك معناها الأسعار القصوى اللي باش توصل للفلاح اللي هي 500 دينار للطرناطة. ووفق مدير الإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد الفتاح سعيد، فإنه تم توزيع ما يعادل 60,000 طن من مادة لامونيتر على زارعين، فيما تم تكليف لجنة فنية بمتابعة عملية توزيع الأسمدة الكيميائية مع تعهد الموزعين باحترام الأسعار ومد الوزارة بقائمة اسمية وعدد بطاقات التعريف للمنتج.